توتر بين العراق وقطر برز خلال القمة العربية في بغداد، حيث كانت مشاركة قطر متدنية، وفي أعقاب تصريحات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الذي برر تدني تمثيل بلاده بقمة بغداد العربية بتهميش السنة في العراق. هذا التوتر تصاعدت حدته بعد أن توجه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إلى قطر بناء على دعوة منها. تطالب الحكومة العراقية المركزية في بغداد بتسليم الهاشمي لمحاكمته بتهم دعم أعمال إرهابية، واعتبرت الحكومة العراقية أن دعوة قطر غير مقبولة، مطالبة الدوحة بالكف عن التدخل في هذه القضية وتسليمها الهاشمي. لم يصدر موقف رسمي عن قطر، لكن العديد من الخبراء يعتقدون أن ليس هناك ما يمنع قطر من استقبال الهاشمي. أولا بالنسبة للاتهامات، فإن هناك اتهامات لم تثبت بذلك، وإنما هناك حقول من الأحقاد والكراهية السياسية بين الأطراف المتنازعة فيما يسمى بالعملية السياسية في القائمة في العراق، والذي أثر في نهاية المطاف بالسيد المالكي على رأس الحكومة العراقية الجديدة. نائب الرئيس العراقي سرع بالتأكيد بأن طلب بغداد لا يراعي الدستور الذي يوفر له الحماية، ويعتزم الهاشمي زيارة قطر عدة أيام قبل التوجه إلى دول أخرى يعلن عنها في حينه يعود بعدها إلى مقر إقامته في كردستان العراق. تعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن مغادرة الهاشمي للإقليم الكردي منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه في بغداد في 19 من ديسمبر كانون الأول الماضي. ويلاحق الهاشمي الشخصية السنية البارزة وأحد قيادي القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، قيل إن عناصر حمايته قد نفذتها، وينفي الهاشمي هذه التهم. يولا زهر الدين، بي بي سي.